الاتجار بلا أشخاص جريمة عابرة للحدود الدولية، أحداث وحقائق بعيدة عن التصور راح ضحيتها ملايين البشر الأبرياء، جريمة تنتشر أكثر في المناطق التي تشهد نزاعات وأزمات اجتماعية واقتصادية، حيث شبكات الإجرام تجد ضالتها من المستضعفين الباحثين عن أماكن أكثر أمناً. تمارس عليهم العبودية المعاصرة ليتحولوا إلى سلعة رخيصة تباع وتشترى بين العصابات. نكشف من خلال هذا الوثائقي عن خبايا وحقائق الاتجار بالبشر. في عالم بشع مظلم بعيداً عن الأنظار تمارس كل أشكال الإهانة والقمع البشري، تجنيد ونقل الأشخاص، اختطاف واحتجاز تعسفي، مختلف أشكال الخداع تمارس في حق نفوس وقعت ضحية استغلال لعصابات لا تعرف للإنسانية مكان. الاتجار بالأشخاص جرائم وقائعها مبهمة لضحايا وجدت نفسها فريسة سهلة بجهلها لخبايا الظاهرة، استغلال بمبالغ مالية، إغراءات بالتسفير لأماكن أكثر أمناً وتوفير مناصب شغل أهم أساليب الإيقاع بالضحايا، هي تفاصيل تحاك عميقاً في ظلمات عالم الجريمة. هي نوع من الإجرام المنظم، وهي جريمة عالمية عابرة للحدود، أشار إليها بروتوكول الاتجار بالبشر لقمع الجريمة في سنة 2000 للأمم المتحدة، وهي تجنيد مجموعة من الأشخاص من خلال تنقيلهم أو نقلهم أو استقبالهم واستخدام القوة واستخدام كل وسائل القصر من الخداع والتزوير والضغط، وهذا مقابل مبلغ مالي. طبعا هذا التعريف تبنته تقريبا معظم التشريعات الدولية بما فيها التشريع الجزائري في المادة 303 والتشريع الجديد الذي يأتي استجابة للتشريعات الدولية والمواثيق الدولية. ونذكر فقط هنا ملاحظة أن هذه الجريمة تعتبر جريمة فيها جانبين، جانب دولي يتعلق بالقانون الدولي وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان ابتداء من الإعلان العالمي إلى يومنا هذا، وفيها جانب آخر هو جانب محلي. للغوص أكثر في خبايا هذه الجريمة العابرة للأوطان وحتى القارات ولفهم أوسع، لقاؤنا الأول كان مع الحقوقي المحامي محوس الصديق الذي حاول تبسيط مفهوم الظاهرة، حيث يقول أن ممتهني هذه الجريمة يستعملون أساليب محترفة لاستدراج ضحاياهم قبل نقلهم بالإكراه لإجبارهم على أعمال خارج نطاق رغبتهم. جماعات تعتمد عادة وفي أغلب الحالات على وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيات الحديثة للإيقاع بالضحايا. لابد أن نشير بأن جرائم الاتجار بالأشخاص هي جرائم ذو طبيعة عالمية،
وهذه الجرائم في الوقت الحالي غالبا ما تستعمل عن طريق وسائل التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى درجة أحيانا أصبحنا نسميها بالعبودية الإلكترونية، لأنه كثيرا من المرات يكون التوظيف أو استقطاب الضحايا عن طريق وسائل التكنولوجيا. وبالتالي فإننا نحن كرجال القانون نسميها الجرائم التي المستحدثة أو الكلاسيكية التي استحدثت بوسائل معاصرة وتكنولوجية. بالإكراه تتم الجريمة ضمن شبكات تحترف التسول القسري، سرقة الأعضاء البشرية، الاستغلال الجنسي، الدعارة، زواج القُصّر، واستغلال الأطفال في الممارسات الجنسية. الفئة المستهدفة من قبل هذه العصابات عادة ما تكون الفئات الهشة في المجتمعات، وفق خطوات ومكائد مدروسة بعناية أوقعت ما يقارب 28 مليون شخص عبر العالم حسب أحدث الإحصائيات لهيئة الأمم المتحدة. النساء والأطفال الفريسة المستهدفة بالدرجة الأولى. المرجع القانوني أو النصوص التشريعية في قانون العقوبات تتمثل في المواد 303 مكرر 4 إلى غاية المواد 303 مكرر 15 واللي شرعت سنة 2009. هذه المواد تعرف الاتجار بالأشخاص أو البشر هو كل توظيف أو نقل أو تنقيل أو تحويل أو إيواء لشخص أو مجموعة من الأشخاص بغرض الاستغلال. ذلك الاستغلال يكون عن طريق يعني الدعارة أو التسول أو الاستغلال الجنسي، ويكون بوسائل حددها القانون، تكون إما بالتهديد أو التهديد باستعمال العنف أو استعمال العنف أو الإغواء أو الاحتيال إلى غيرها من الطرق. هنا مناطق النزاع التي اتخذها تجار البشر بيئة خصبة للتربص بالضحايا، كونها تشهد موجات نزوح جراء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية، تنشط فيها مافيا الاتجار بالأشخاص بشكل مكثف، وتتوسع شبكتها الإجرامية بمناطق في أوروبا حيث لا تكاد تميز الضحية من خلال أساليب الخداع بين الأيادي التي تمد يد العون أو تلك التي ستغدر بهم. بالنسبة للمناطق التي بالحقيقة الخبراء المتابعين لهذا الموضوع يصنفونها إلى قسمين: قسم الدول التي ما يسمى بالدول المصدرة أو الدول العارضة لهذه السلعة، أو الدول التي تكون نتيجة الكوارث والزلازل التي يعني يقع نزوح ويقع ضغط على هؤلاء الأشخاص حتى يذهبوا إلى الدول التي تكون هي الدول المستوردة، وفي الغالب الدول المستوردة هي الدول الغنية التي تحتاج إلى العمالة، تحتاج إلى الأعضاء، تحتاج إلى هؤلاء البشر لاستخدامهم في مختلف النشاطات. وطبعا تصنف في دول أمريكا اللاتينية، كولومبيا من بين أكبر الدول، والمكسيك والبرازيل من أكبر الدول المصدرة، خاصة فيما يخص الفتيات والنساء في الأعمال الغير أخلاقية. وكذلك بالنسبة لجنوب الصحراء، ونحن نشاهد هذه الظاهرة التسول بالنسبة لجنوب الصحراء. يصفها الخبراء على أنها نوع من أنواع العبودية المعاصرة يكون فيها التمييز على أساس المستوى الاجتماعي والأصل العرقي، مقاييس ترصد على أساسها الضحية التي قد تكون وسيلة تمرير المخدرات، غسيل الأموال وتهريب السلاح، كما أنها تعد ثالث مصدر دخل رئيسي لعصابات المافيا العابرة للقارات.
في كل حالة نجد أن هذه الجريمة الهدف الأساسي منها وهو الربح والأموال المدرة التي تنتجها، وبالتالي نتيجها قد رتبوها الخبراء عالمياً، تعتبر تقريباً ثالث دخل عالمي في الجريمة المنظمة التي بعد تجارة الأسلحة والمخدرات تأتي هذه الجريمة التي يعني تعتبر تهديد للأمن الداخلي وتهديد للأمن الدولي. عبر الحدود الدولية امتدت شبكات الاتجار بالبشر، وتشير الدراسات والأبحاث في هذا الشأن إلى أن أغلب البلدان ليست بمنأى عن هذه الظاهرة، منها دول عبور وأخرى دول استقرار العصابات. لهذا الغرض ولأجل مجابهة الظاهرة اعتمد المجتمع الدولي مواثيق دولية تجرم هذه الممارسات وتحرمها. الجزائر كانت من الدول السباقة الموقعة عليها. نشدد أنه من واجبنا إعادة حشد أنفسنا لجعل مكافحة الاتجار بالبشر على رأس أولويات كل من الهيئات والمنظمات الدولية المشاركة، مع التأكيد على القدرة لمحاربة هذه الظاهرة، على سبيل المثال عن طريق تمكين البنات من التعليم وإنشاء طرق قانونية آمنة للهجرة. يمكن أن نكون مثالا جيدا للعمل معا على توحيد الشعوب في هذا الوقت الذي يشهد انقسامات في مجالات عديدة، وذلك لبناء مستقبل خال من التجارة بالبشر. قد تكون جميع الدول مستهدفة من الجريمة الغنية منها والمتخلفة. أبحاث أشارت إلى أن الدول الغربية مناخاً ملائماً مساعد لشبكات المافيا لتوسيع جرائمها. مقابل العصابات يحاول المجتمع الدولي تكثيف جهوده لمحاربة الظاهرة المصنفة بالأخطر في تاريخ البشرية، بمواثيق ومعاهدات دولية تجرم جميع الممارسات التي قد تؤدي إلى استغلال الأشخاص والاتجار بهم. والجزائر السباقة إلى المصادقة عليها بالرغم من عدم تسجيل أي جريمة متعلقة بالظاهرة على ترابها. منظمة العفو الدولية أمينستي ثمنت جهود الجزائر في محاربة والحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، ومعلوم أن الجزائر وافقت على جميع المعاهدات الدولية المجرمة لهذه الجريمة المنظمة العابرة للقارات، كما ساهمت في صياغة بعض القوانين لكبح الجريمة. في الجزائر ما شاهدناش، ما عندناش معطيات في منظمة العفو الدولية ولا شكاوي أنه هناك ناس تعرضوا لجرائم الاتجار بالبشر. في الجزائر هناك حالات التي شاهدناها أنه حالات ناس طالبي لجوء، التي نتمنى أن من هؤلاء سواء الأطفال أن يستفيدوا من التمدرس والرعاية الصحية والحق في التوظيف. احنا في منظمة العفو الدولية أن المجهودات تاعنا هي أننا نندد بهذه الممارسات وهي الاتجار بالبشر، وكذلك نحاول أن ندعو ونطالب البلدان التي أمضت المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية أن تسن قوانين داخليا تتماشى مع الاتفاقيات والقانون الدولي. يجرم المشرع الجزائري كل شخص يثبت تورطه في عصابات الاتجار بالبشر، وتسلط عليه أقصى أنواع العقوبات، بالرغم من أن الجزائر لا تشهد انتشاراً للظاهرة مقارنة بدول الجوار على غرار المغرب. وفي هذا الشأن تدرس الحكومة الجزائرية مشروع القانون المتعلق بالوقاية ومكافحة استغلال البشر والاتجار بهم. أما عن العقوبات اللي تضمنها القانون،
فالعقوبات تختلف حسب طبيعة الفعل، حسب طبيعة الفاعل، حسب طبيعة الضحية. ولكن العقوبة الدنيا هي من 3 سنوات ويمكن أن تصل إلى 20 سنة. 20 سنة خاصة إذا كانت في إطار جماعة منظمة عابرة للحدود، أو كانت من قبل شخص له علاقة زوجية مع الضحية، أو كانت من قبل شخص كذلك عنده سلطة ونفوذ. جدير بالذكر كذلك أنه في حالة ما إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخص أجنبي، فإنه يمكن أن تكون عقوبة تكميلية، وهي المنع من الإقامة داخل تراب الجمهورية لمدة 10 سنوات على الأقل، أو بصفة نهائية. كذلك العقوبات يعني يمكن أن يعفى منها الشخص الذي ينتمي إلى مجموعة ويقوم بالتبليغ عن هذه الجريمة قبل حدوثها، هنا يعفى من الجريمة نهائيا. أما إن قام بالتبليغ بعد حدوث الجريمة فهنا يعفى أو يستفيد من نصف العقوبة. فعلا هذه الظاهرة وهذه الجرائم يعني غريبة على مجتمعنا، ولكن أعتقد بأنها خطوة استباقية للمشروع القانون هذا حتى نتفادى مستقبلا أن نصبح بلد يعني تقع فيه هذه الجرائم بامتياز. ولابد كذلك أن نذكر بأن الأمم المتحدة صنفت الدول فيما يتعلق هذه الجرائم إلى الدول المنشئة لهؤلاء الضحايا والأشخاص، دول العبور والدول التي تكون يعني تمارس فيها هذه الجرائم. يذكر أن في عام 2016 تم إحداث اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته وفق مرسوم رئاسي. تتمتع اللجنة بعدة صلاحيات تشمل نشاطات ومهام متعددة لمكافحة هذه الجريمة، وتجتمع مرة واحدة في دورة عادية كل 3 أشهر بناء على استدعاء من رئيسها بعد المعالجة التفصيلية اعتمادا على قضايا ومعطيات. يقدم تقرير شامل إلى الوزير الأول لوضع سياسة عمل وطنية، وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة يتم العمل وفق اتفاقية باليرمو المتفق عليها دوليا، والتي تتضمن 3 بروتوكولات: تهريب المهاجرين، الاتجار بالأشخاص، وتهريب السلاح. يعمل ويدعم مكتب الأمم المتحدة المعنية بالجريمة والمخدرات بالتنسيق مع الحكومة الجزائرية لمنع مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص. يعمل مكتبنا كذلك مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وكما نشيد بهذه التعاونية المثمرة، حيث لقينا استجابة لكل من الشرطة والدرك الوطني والقضاء، على جانب العديد من الهيئات الفاعلة استراتيجيا. كذلك نحن نهدف إلى توعية فئة الشباب، لأنها أكثر فئة مستهدفة للأكاذيب والدعايات التي يستخدمها المتجرين حاليا لجذبهم. وهو ما جعلنا نعمل مع الحكومة لنقوم ما بوسعنا لحماية هؤلاء الشباب، حيث يتم استغلالهم ونقلهم، الأمر الذي يضعهم في مشاكل وحالة جد سيئة. الوعي تجاه مخاطر جريمة التجارة البشرية يقتضي تعزيز الثقافة المجتمعية والقانونية، حيث أن فهم أساليب وخطوات الاستدراج والتبليغ عنها قد يمنع من وقوع الجريمة وإغلاق هذه السوق الممنوعة. يترتب جريمة التجارة بالأشخاص ظهور ظواهر وسلوكات غير صحية ومخالفة للقوانين الداخلية للدول وللقانون الدولي. وهذه الظواهر مثل
جريمة مثل التسول وحمل الأطفال على التسول والنساء والأشخاص الذين يتم تهريبهم، كذلك المسائل الأخلاقية والفساد والدعارة، كذلك نزع الأعضاء البشرية والتجارة بها. كل هذه السلوكات قد جرمها القانون الجزائري، وكذلك حتى القانون الجديد الذي صدر حاليا وضع استراتيجية تعتمد على مكافحة هذه الظاهرة، واللي هي الآن من خلال الاستعانة بالمجتمع المدني وكل فعاليات التي يكون لها دور في التوعية بخطورة هذه الظاهرة على الاستقرار والأمن الوطني. ثلاثين جويلية من كل سنة يتم إحياء اليوم العالمي لكرامة ضحايا الاتجار بالبشر، تعزيزاً للمزيد من التوعية والدعم للضحايا. فقد يسترجع القانون حقوق الضحية ويحاسب الجاني على جرمه اللا إنساني، كما تحمي الإجراءات الكثير من الأبرياء، لكن استرجاع كرامة الضحية المنتهكة مهمة عسيرة. فالقيمة الذاتية حق من حقوق الإنسان الأساسية في الحياة، وجميع المواثيق الدولية تحفظها وتحميها.